خليني يفتح افتحي وري لي اياها. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد ما عم تحضري هذا المسلسل يعني؟ ما حلو هذا المسلسل، ما بحبه. حطينا على شيء شغله حلوه هيك تفرفح القلب. ايه ما في شيء حلو. ايه قلبي بهالمحطات الا ما يطلع شيء محطه حلوه. محفوظ ساوي كاسه شاي انا. يلا ماشي. بدك السكر بقلب الشاي ولا السكر لحاله؟ لا لحاله. لا لحاله. على طول. ايه قلبي قلبي. قلبي. خلو تفكري قلبي كون جوري اختعم كامل لك قلبي ايه عم قلي ما في شي حلو خلاص لك هلا تركتي موبايلك عم يرن هون ورحتي؟ اوهو على هالموبايل تضرب الموبايلات وساعدها. شو هاد؟ وليه؟ شو بابا؟ شو بابا؟ مين ها؟ هذا اخوه لرفيتي الله يرحمه. مات؟ اي والله يا بابا ما تعود لأحكي لك كيف ما تعود بابا. هذا يا سيدي كان نازل من البيت. ايه؟ وضعني حرام كتير هيك على قده. ايه؟ فمرأة تريلا، عرفتها هي التريلا الكبيرة؟ تريلا عرفتها عرفتها. ايه؟ تريلا هي هي. ايه؟ محملت لها شي طن ونص. هذا تبن أكل البقرة عرفته؟ ايه طن ونص. ايه شي ايه؟ طن ونص. طلعت فوقه بالدولاب وهرسته هرس. يا ويلي ما عاد بين منه شي يا بابا. صعبة صعبة. مين عم يدق الباب؟ مرحبا عمو. كيفك شو اخبارك؟ اهلين وسهلين. طمني عنا. تمام. غزولة هو؟ غزولة؟ ايه؟ غزولة؟ ايه بابا؟ مرحوم على الباب. شو شلونك يا عمو؟ كثير زعلانة منك أنا. ليه؟ ليش؟ يعني ما بتعرف ليش؟ لك هاي مرتك الكهينة الحقيرة ما تخليني أسب هلا، مرتي ضلت وراك ضلت وراك لأخذتك لبيت أهلها، فهمت ليش؟ لك يا يامو يا يامو هذا الشيء إجا لمصلحتي، بعدين البيت اللي تركناه لحنا أجرناه وعم نستفاد منه، بعدين دخلك ببيت حماية مين صفي عنني غير حماتي وأنا ومرتي. اسمعوا لك ابني، بدك تدير بالك من حماتك هاي الكهينة، ومن مرتك كمان ها؟ بدك تفتح عينيك هالقد. دير بالك يسحروك لك ابني، ما بتاكل شي ما بتشرب شي منهم، فهمت الا لا؟ لك يا امي شلون بدهم يسحروني ما انا اللي بساوي كل شي بايدي، يعني انا اللي بحضر الطبخه، وانا اللي بطبخ، وانا اللي بجلي، وانا اللي بغسل، وحتى اذا انتزعت الكهرباء عنا بالبيت انا بساويها، وحتى بشطف الحمامات وبكب الزباله، بقى شلون بدهم يسحروني شلون؟ بيبعث لك قتلك الهي وما سحروك لسه لك ابني، ولك تحولت لسريلانكيه، فهمت؟ أبو حدو شوفي أمي شو بدي أعمل غدا اليوم؟ هلا فياتيني شان تسأليني شو بدك تعملي غدا اليوم؟ إيه فماني هكا أهم غداك يعني؟ خلص عملي أي شيء خليني أنت أمي شو بدي أعمل؟ أوه علينا عملي أي شيء ما راح أعمل غير عمرك أنت اللي كل يوم بحتار عندك برغول؟ عندي عدس كمان عندي كاتشب
عندي اعملي بيتزا. ملينا من البيتزا. ملينا من البيتزا. الو. اهلين حبيبي. والله عم حضر الغدا كنت. ايه مفاجأة؟ يعني مو نسيان عيد ميلادي؟ مو دخيل عينك انا. ايه يلا حبيبي ناطرتك. اوكي اوكي باي حبيبتي. حبيبتي لك اهلين حبيبي. شلونك؟ تمام منيحة. كيفك انت؟ تمام كل سنة وانت سالمة. وانت سالم يا رب. انه شلون هيك افطنت انه عيد ميلادي؟ الله يسامحك انا بدي انسى يوم عيد ميلادك. تتذكري السيارة اللي شفناها من يومين؟ تيا شو حلو السيارة ولونها شو غريب. ايه بتذكرها. جبت لك شحاطة نفس اللون. شحاطة شحاطة. يا شو هاد يا؟ شو يا بيقول لي؟ شو هذا اللي طفيته؟ ما في شيء يا بي انسى. فكرتها سيجارة؟ لا لا مو سيجارة. أنا كنت عند الزعيم. إيه. كان في اجتماع العضوات. إيه. عم يخبرنا الزعيم إنه الفرنساوية بدهم يفوتوا يهاجموا الحارة نهار الأربعاء. قولي إيه يا بيوم لأنه رب مرات الحارة بموسيقى. لك ما بدنا. الله يوفق. والله أنا بخاف. أنا بخاف أكثر منك. لك ما بدنا طيبيات الحارة. لك حبيبي عود عود أخبرك الزعيم إيه؟ بده ياني روح خبر أنا أبو جعفر لحتى يجيب زلمة ويجوا قبل نهار الأربعاء. روح يا بي روح ما تروح. وين بدي روح؟ لك وين بدي روح؟ الفرنساوية إذا شافوني بخرطوني رصاصة وأنا زلمة خرطي. شو بدنا نعمل هلا يا بي؟ شو بدنا نساوي؟ شو بدنا نساوي؟ أفكر أنا أنت مو قلت لي بالكتاب بتعرف تكتب ترى؟ لك إيه أنا أشطر واحد الكتاب كله يا ابي. بنكتب له رسالة لابو جعفر بنبعث له اياها. ايه شو رايك انت؟ خليه يجيب لها نهار اربعة. لك يلا احجب الورقة والقلم. يلا جيب جيب جيب. سابوا ركبي. يلا قولي قولي. يلا بمسي الاربعة. تو شو مكتب يا ابي؟ انه إنه لكنه لكنه لعله لعله بما أنه بما أنه سيهاجمون الحارة الفرنساوية يوم الأربعاء. سيهاجمون الحارة الفرنساوية يوم الأربعاء. أربعاء تعال يا أبو جعفر يوم الأربعاء. يا بي نعم. هي الهمزة من فوق ولا تحت تبع الأربعاء؟ الأربعاء من فوق ولا تحت الهمزة؟ معروفة شبك. طب اللي نسيتها انا على الرعب. خلص خليه يجي يوم الاثنين. الاثنين تعال ابو جعفر يوم الاثنين. تعال ابو جعفر يوم ال يا بي. ايه كمان الاثنين بدها همزه. الهمزه من فوق ولا من تحت؟ لك معلومه هي معروفه. ها ال... من وين؟ خلص خليه يجي يوم الاحد. حط الاحد. سعاد يا سعاد يا بنت الحلال. لك يا ميت اهلين وسهلين ابن عمي تقبرني فغل بالي عليك ليش لهلا. والله كان عندنا تنزيل بضاعه. الله يقويك يا رب يعطيك العافيه. شو وين وحيدي سليمه؟ يقبرني ذو عم يدرس. عم يدرس؟ ايه انا رايح اشوفه. ايه وانا حذهب الاكل. جهزي لي حاكم ميت من الجوع. الله يرضى عليك. على راسي وحذهبها. سليمه وحيدي. سليم ابني وحيدي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. شو عم تعمل يا بي؟ طلبت مني الآنسة اكتب له موضوع وما طلع معي شيء. شو هو الموضوع؟ لازم اكتب له موضوع عن الهواية. هواية؟ لا عفا هواية؟ ايه الهواية يا بي. شو كانت هوايتك انت وصغير؟ يا بي انت شو بدك بهوايتي؟ المهم انت شو حابب تكون هوايتك؟ ايه انا ما بعرف يا بي من شان الله ساعدني. طيب يا بي ما عندك شي وظيفة تانية غير هي تبع الهواية؟ بلا أنا عندي وظيفة الرياضيات. بلش فيها يا بي اهوي عليها وترك لي الموضوع. هواية
ايه هواية. وانت ليش هيك محملها ابن عمي؟ طول بالك ما في شيء مستاهل. شو ليش يا سعاد؟ الهواية ضرورية للولد، ما بدي اياه يسرح ويمرح بالشوارع. ايه شو بدك تعمل؟ مالي غير جارنا فريد بيك. زارنا فريد؟ ايه ايه فريد بيك. وشو بده يعملنا؟ يعني شو بده يعمل له لإله؟ زارنا فريد؟ هذا دارس بالجامعة فريد بيك؟ ايه سنة واحدة بس. فريد بيك بضل دارس أحسن مني ومنك. ولوين؟ رايح لعند فريد بيك. سلام. مع السلامة. أهلين يا نهاد، والله زمان. شو بدنا نعمل يا فريد بيك؟ الشغل شو؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. كيفه سليم؟ سليم؟ أنا لهيك جاي لعندك من شأنه. خير، لعيونك وعيون سليم. طالبين منه موضوع لسليم عن هوايته وأنا محتار. حامعك تحتار. هاي الهواية شغلة مو بسيطة أبدا، هاي بتأثر على نمو للولد ومستقبله كمان. معك حق يا فريد بيك، لهيك أنا أجيت لعندك. والله الموضوع مو سهل، أنت شو مفكر؟ شو رأيك يتعلمني على شيء آلة موسيقية يعزف عليها؟ موسيقى؟ إيه موسيقى. لا يا نهاد، أنا بعرفك أزكى من هيك بكتير. تعرف شو يعني يتعلم على آلة موسيقية؟ إيه قلي. إيه رح أقلك. عم يمارس هوايته. يا بنت الحلال شو تكسري له؟ يا تكسري له هوايته وتكسري له خاطره، ما بصير. لكن كثر خاطره احنا معنا هذا المكسور خاطري ولا لك؟ انا رايحه لبيت اهلي خلاص. وين رايحه؟ سعاد؟ قولي. هذا اذا ما تأصلت فيها الهوايه وحبها وما عاد في يتركها. شو بده يصير وقتها؟ شو راح يصير؟ راح اقول لك. يلا طيب يا حفيظ، ابني رح يصير هيك مثل ما قلت لك يعني هاد واكثر من هيك. لا لا لا، ما بدي اياها بالمره هي تبع الموسيقى، ما بدي اياها بنط. مثل ما عم اقول لك. شو لك كان فريد بيك، شو رايك بالرياضه؟ رياضه؟ لا 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 يعني هاد، لك شو صاير لك يا زلمه؟ ليش شبه الرياضه؟ شبه؟ رح اقول لك. عليك يا سعاد، هذا وحيدنا بدنا نتحمل. لك صرنا نتحمل لنتحمل من كل هوايات العالم، ما لقيت له غير يفوت الطابة. هي رياضة حياة. رياضة؟ ايه. عندي صورة. لا الإسم ما بقى ينفقد عليها. بدنا نتحمل. قولي. وهذا إذا ما حب الهواية كمان هي ولزق فيها وما عاد تركها، شو بده يصير وقتها؟ وقتها؟ رح أقول لك.
هذا تكبي بقى سبك ولي على الشيخوخه ان شاء الله. هلا بتلوت قلابيتك، اصلا لا عندنا غساله ولا عندنا دوا غسيل. لزقت امري. مرحبا. اهلا سليمو. شو ما قبضوكم من الاتحاد الرياضي يا بي؟ لا يا بي ما قبضونا، الميزانية الاتحاد الرياضي مكسورة، والله بيعلم امتى الله بيجبر. عيش يا. لك امي لايلك تغلي تانية غير هاي الطابة الله يذبرها. يامو ان شاء الله انا بعرف شغلي غير شغلة الطابة، بس الله يسامح اللي كان السبب. سلام. يا لطيف يا لطيف، لا هيك كون دمرت السبل ولا الولد. لكن شو بفكر؟ لا 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 ما حبيتها هاي تبع الرياضة بناب بناب. ايه مثل ما عمل لك. طيب شو رأيك بالرأس فريد بيك؟ رأس؟ ايه رأس. رأس شو؟ ايه رأس متهجد الطالع. لا يعني هاد ناقص ولا؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ رح أقول لك. لا لا هاي مو عيسى، مو عيسى ابدا، صاروا الفيران نايبين لنا الصوت 4 مرات. شو بدي اعمل لك انا اذا ابنك ما بيعرف الرقص الا بالصوت العادي؟ انت لي هوايه ما هوايه هوايه. ولي الجرس صوت مين؟ مين يعني تقبرني؟ الصرطه الصرطه ما صرنا اصحاب نحن وياهم. حضري لي القلابيه يمكن هالمره قاعده بالسجن طويله. زاهدين زاهدين تقبرني زاهدين زاهدين. ايه شو صار بابني سليم؟ كان عم يرقص، قلب على راسه طقت رقبته. يا لطيف يا حبيبي يا لطيف. لكن شو مفكر هيك الشغله؟ هذا اذا ما عشق هوايته وما عاد قدر يتركها. ايه شو بده يصير وقتها؟ وقتها شو الولد شو الولد تعالوا ابنك تعالوا ابنك. يلا حشوفه حسبي الله ونعم الوكيل. يا لطيف مخدرات؟ لكن شو مفكر؟ لا 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 ما بدي اياها هاي الراس شغلة بريك دانس بانس ما عاد بدي اياها بنوب. مثل ما عم قلا. هي فريد بيك شو رأيك يعني بالمطالعة؟ لا لا شو مطالعة؟ شو بده يطلع بالأخير يعني مثقف؟ لا لا هي بروح فيها ما عجبتني بنوب. طيب فريد بيك شو رأيك بركوب الخيل؟ ضحكني والله ركوب الخيل. منلك انت الخيل اول شيء، بعدين ابنك يا دوب يركب باصات النقل الداخلي. طيب شو رايك بالتزلج على الجليد؟ لك جليد شو؟ جليد برادك الخربان يعني ها. طيب والحل والحل يا فريد بيك؟ والله انا حاسس فيك. يعني انا خايف يعني الولد يعيش هيك بدون هوايه، ما بصير هالكلام هذا ما بصير. لك نهاد ليش ما بتخليه يعمل مثل هوايتي؟ هوايتها؟ ايه هوايتي، ليكني انا ما احلاني. ايه والله فكران. إيه مثل ما عملها. يعطيك العافية معلم فريد. لك ميت اهلين اهلين وسهلين. شو شايف صانع جديد قديش عم تحاسبه؟ ولا شيء. اوف ليش؟ لانها هواية. هواية؟ كم ساعة باليوم دخلك هالهواية؟ لك اضحكنا على ابوه واخذناه صيف شتي. فول اوبشن يعني. حلال عليك. بدك شاي؟ نشرب بس مع شوية هواية الله يوفقك. عمل شاي يا ولد. حاضر معلم. عيني ويا سلام شو هالحلو لك بنتي، بجنن بجنن هالبيت. تعي تعي احكي لي. تحكي ماما عادي قد حبيبتي. طمنيني يا عروس يا حلوه انتي، شو اخبارك شو احوالك شلون عايشه شلون حماتك؟ الحمد لله كلياتهم مناح، بيت حماي بجنن وما في منهم. لا 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 ليش ميت الحمد لله يا رب ميت الحمد لله. ايه طب خير بنتي شو بك يا حبيبتي؟ شوفي في شغله مضايقتني يا ماما. شو هي تقبريني احكي احكي. شوفت عينك البيت كبير
وكل واحد عنده غرفة وتخت كمان، إلا أنا وجوزي حاطينها بنفس الغرفة وبنفس التخت كمان، تخيلي. ليش هيك الدنيا مقلوبة كلها؟ نفس الأخبار. ليش هيك بيطلع نفس الخبر؟ يلا ما علينا. ميزان، مين ميزان؟ ميزان ودلو؟ ما بعرف حدا ميزان ودلو. هي شو هالخبر ها؟ لك آخ آخ يا راسي، ليش هيك صايرة الأخبار كلها مقلوبة؟ هاي بابي. هاي بابي، ليه حزين بابي؟ بابي حزين كتير بابي. ليه بابي؟ بابي هيك صارت معي كتير قصص. بابي وين مامي؟ مامي راحت لعند دادي. راحت لعند دادي؟ طيب أنا جوعان، شو بدي أكل؟ فوت لعند مامي. عم تقول مامي راحت لعند دادي؟ كنت عم بمزح معك. بابي شو بتحب النكت؟ بابي صارت معي قصة كتير 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 غليظة اليوم بابي. شو هي بابي؟ بابي وأنا عم سوق، إيه؟ مجموعة شباب وسخين هيك معلين سطل مسجلة على الآخر كسروا علي. ياي. أي والله يا بابي، مثل ما عم قلك وأنا بعد وهنن بيكسروا. ليه كنت عم تبعد بابي؟ بابي مشان ما يكسروا علي. ايه صحيح بابي. بابي في شغلة حلوة بابي صاير. شو هي بابي؟ مو نحن ما عنا بنزين وعم نعاني من قلة البنزين. ايه بابي فاتح محطة جديدة قريبة علينا هون قريبة على البيت. امنح بنزين نروح مشي نعبي السيارة بنزين. لك يسعد لي هالصباح حبيب قلبي، انت مد ايدك على جيبك قبل الاكلات واعطيني شي 50,000 مشان تروحي تشتري فيهم شراطيط، ما هيك؟ كم 50,000 في بالراتب؟ ليش؟ لك خلصني بقى فهمها، اليوم عيد الام يعني لازم تعطيني مصاري مشان اشتري هدية. عيد الام مو عيد الزوجة، يعني ولادك اللي بيجيبوا لك هدية مو أنا. إيه علينا أنت ما تفهم. يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. ماما هاي الهدية لك. سلم لي يا حبيبي، الله يخلي لي اياك. كل سنة وانت سالم كمان. سالم يا عمري، أحلى أم بالدنيا. خلي لي اياك، طول لي بعمرك. الله يوفقك، الله ينجحك. هاي بابا إلك. إلي أنا شو دخلني؟ عيد الأم اليوم. بابا بعرف إنه عيد الأم، بس إقراها بتعرف. أيوة، شكرا أبي على اختيارك الرائع. لك شكرا إلك لك ابني. ترقب الأروع باختياري القادم. لك يا ميت أهلا وسهلا بصفوقة، بعد زمان وين ما عاد شفتي؟ حبيبة قلبي والله بهالشغل. شغل؟ شغل شو؟ يا ستي عم بشتغل بس بتعرفي دوامي كتير طويل. يا حبيبة قلبي بس منيح انبسطت لك، يعني لازم تشتغلي بعد هالمدة هي. معك حق، بعد 5 سنين تخرج منيح اشتغلت. اي ألف الحمد لله، أكيد أكيد عندك فرصة عمل روعة لأنه الآداب بتفتح لك كتير آفاق لقدام. لك آداب شو أنتي التانية؟ ما أنا شهادة الآداب بليتها وشربت ميتها من زمان. يو، لكن شو عم تشتغلي لك صفا؟ لبوة. شو ها؟ عم تمزحي معي لك صفا؟ لك مثل ما عم بقول لك، هذا يا ستي بعد ما قعدت بالبيت هال5 سنين وفقدت امل نهائيا اني الاقي شغل وقاعده هيك لا شغله ولا عامله، بالصدفه اجى لعنا رفيقه لبابا وعرف انه انا قاعده بلا شغل فحب يعني انه يساعدني، يعني هو نوع من المساعده. اي هذا رفيقه لبابا عنده حديقه حيوانات. ايوه قام شو قال لي؟ قال لي شو رايك تجي تعملي دور اللبوه؟ لانه اللبوه هربت من القفص من زمان. قلت له شلون يعني انا بدي اعمل دور اللبوه؟ قال لي من لبسك لبس اللبوه بالضبط، لا تخافي ولا يكون لك هم نهائيا. فهيك صار يا ستي. ايه بس ما تخافي، من لما بلشت شغل عنده ما شاء الله الناس صارت تجي كوام كوام. ايوه هلا انا عم كون بقفص لحالي، بس هداك اليوم صارت لك معي قصه مثل الكذب. يو تقبريني شو صار؟ بعد ما خلص هالعرض وانا قاعده بقلب هالقفص تاري الحارس نسيان باب القفص تبع الاسد مفتوح. ولي وما لاقي لك غير الاسد جاي لعندي هيك شوي شوي وانا هون انشليت متت. لك رجلي صارت تقصف قصف. ايه
وما لقيت لك يا غير قرب لعندي ورفع لك هالقناع وقال لي لا تخافي لا تخافي أنا مازن ماجستير اقتصاد. شبك؟ مستغربة. ليش؟ يعني مو غريبة بعد سنة من انفصالنا تطلب تشوفني مرة تانية. أنت ارتبطتي بعدي؟ لا. وأنت؟ طبعا لا. لكن ليش جاي تشوفني؟ أنا من بعدك الحياة صارت صعبة كتير علي وداقت علي الدنيا. بس مو أنت اخترت تبعد وتنفصل؟ هلأ مو مهم مين اللي اختار. شو المهم لكان؟ تتذكري أول مرة تقابلنا أنا وإنتي؟ أي طبعا بنفس الكافيه وعلى هاي الطاولة. وبتتذكري كيف تعرفنا على بعض؟ ليش أنا بقدر أنسى هداك النهار وقت اللي طلبت الحساب أنا وما كان معي مصاري وأصريت أنت تجي تقعد معي طول الوقت وبعدين دفعت عني الحساب وما أخذت مني ولا ليرة. تتذكري قديش كان الحساب وقتها؟ ايه طبعاً بتذكر 7500 ليرة. يا عيني عليك إذا سمحتي رجعي لي إياهم لأنه أنا كتير داقت الدنيا علي وصارت الحياة كتير صعبة. شو حشيش ما حشيش؟ شو انتو جمعية نسوان؟ لا لا تطول بالك جمعية نسوان انتو؟ لا احفادي احفادي هدولي ما شاء الله عندك كل وحدة احلى من الثانية. بحل عن هالبيت بشرط واحد باخذ بوسة من كل وحدة. بوسة من كل وحدة؟ ما في مشكلة ما اعطيك كل وحدة بوسة اذا بتنحل القصة هيك. لك بس هالختيارة شو ذنب قد امك لحتى تبوسها؟ لك ودي شو قلت لها لبنتك بتحكي؟ سكتي قال من الكل يعني من الكل. بلش من عندي. شرفي اخذتها ولا لا؟ ماما اخذتها. انا اللي اخذتها وراح اخده انا. ايه بذكائي حبيبتي. بعد شرفي هي طبيبه عم بلعبوا شده. تركتكم بالبيت مشان تلعبوا شده. لك على القليلة شي وحدة تقوم تقيم الغبرة، لك تضبب هالكركيبة هي الموجودة، لك يخرب بيتكم، لك عنستوا دبقانين بخلقتي، لك روحوا من خلقتي بدي اعيش حياتي. لك يا تيتا نحن عم نلعب شدة مشان هذا الموضوع. شلون يعني؟ يا ستي نحن كلياتنا بنحب نفس الشب. ولأنه بنحبه قررنا نلعب هاللعبة الشدة، اللي بتفوز فيها تربحوا لهذاك الشب. مظبوط. انتوا الأربعة، مين هذا الشب؟ حسام. ابن جارنا بالحارة الورا الطويل. عرفته. يلا رجعوا ضبوها وفتوها من جديد بدي العب معكم. بس أنا جاي مع المحامي مشان نوصل لك الوصية اللي تركها المرحوم جوزي. لا تقول وصيته هو بعده عايش. يا مدام هدي شوي. يا مدام زوجك قبل ما يتوفى شبو. يا مدام زوجك قبل ما يتوفى وصيته كانت إنه هالبيت يكون باسمك. ومو بس هيك تارك لك مصاري بالبنك إليك ولولادك ليأمن عليكم. الله يرحمه. كيف كانت علاقتك بزوجي؟ كنت بتعرف قديش وشهم وقبضات؟ انت بتعرف هلاني انا صفيت لحالي لا وراي ولا قدامي هالبيت وشوية المصاري بالبنك لحالي انا لحالي. لا حول ولا قوة الا بالله. كلنا على هالطريق يا اختي. شو اسمك؟ انا المحامي حسام. حسام؟ سامو يعني. يا عمي اللي شو بدك انت؟ بس يا بنتي
قبل ما سلمك الوصية بدي أحكي لك شغلة. لا تكمل عم، لا تكمل. أنا بعرف شو بدك تقول. أنا بعرف إنه زوجي له 15 سنة متزوج علي. بتعرفي وساكتة وصابرة عليك لهالوقت؟ ساكتة وصابرة. يا عمي أنا بدي أدير بال على أولادها وعلى بيتها وعلى أسرتها. والله يا عمي أنا كل عمري أقول إنه أنتي بنت أصيلة وبنت عالم وناس. من طيب أصلك. معناها تفضلي يا مدام، هاي الوصية، وإن شاء الله من بكرة الصبح بيكون كل شيء باسم حضرتك. علي رقم تليفونك. حنأذنكم يا مدام، رح أترككم ترتاحوا. بالإذن يا بنتي، أنا رايح مع المحامي. الله معكم. لك مروة، أنت عن جد بتعرفي إنه كان متجوز عليكي وساكتة كل هالوقت؟ طبعاً كنت بعرف إنه متزوج وساكتة، لكن بدك يعني عمل الزيتة والزنبليطة وغار ويا حبيبي ورايح لعنده ومدري شو. حبيبتي لو أنا حسسته أني أنا بعرف كان قسم كل شي بيني وبينها، الليالي، المصاري، الفيلا، البيوت، كل شي. بس أنا عملت هيك، شوفيني 15 سنة قاعدة ومرتاحة، وأنا الآمرة والناهية هون، وكل أنت ما بتصير تنتين يا حبيبتي. بيروح لعنده هو خايف ومرعوب أنه حس عليه أنه عم بيخوني، وبيجي من عنده مثل التوتو على فرشتي. شو كان بدي أحسن من هيك؟ لكني هلأ ما أصالي شي، هو التكا. أنا كسبت كل شي، مو بس كل شي كمان سام. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا دكتور لا دولة. لا أمر لكم. ولي ولي يا ستي، يا ستي ورطت وغرقتي لي يا ستي. ولي يا ستي قومي، والله لو تقومي لجوزك أحلى عريس والله. لك حاجة تعيطي؟ ستك إذا سمور القطار ما سمعته رح تسمع الدعوة تبعي كلها. أنت خاص. ألو ولي.